سأل الله أن يمضي لأصحابه هجرتهم، وذلك بأمرين: الأمر الأول ثباتهم على الإيمان، لأنه إذا ثبت الإنسان على الإيمان ثبت على الهجرة، والثاني أن لا يرجع أحد منهم إلى مكة بعد أن خرج منها مهاجرا إلى الله ورسوله، لأنك إذا خرجت من البلد مهاجرا إلى الله ورسوله فهو كالمال الذي تتصدق به، يكون البلد مثل المال الذي تتصدق به لا يمكن أن ترجع فيه، وهكذا كل شيء تركه الإنسان لله لا يرجع فيه.